سامحني دور الكاميرا خلينا نخلص سبونتاني الشاب هذايا سامحني ايجا ايجا من سيرس نحب صراحة تثبت لي في جيبك شنو سيرس اي هذه ساعة شوي سيرس انا نحب نسالك وتجاوبني بصراحة وانت تبارك الله قبيل معناتها باهي ماكش خايب علاش السكينة هذه تعمل بها تعمل هما خليهم شنو السكينة هذه شنو يا خويا هما خليهم باش انا فهمني نهزوا السكينة هذه نعملوا بها باش نفكوا ونعرقوا باش نعملوا برشا حكايات فهمني الحكم ما خلانيش انا بدي وليد خايف منك بعد السكينة هذه شادك يدي لا بالحق هي تعطيها لي هي تعطيها لي هي تعطيها لي هاي السكينة سامحني لحظة خاطر من خافش انا من حتى واحد خوف كان من ربي سبحانه علاش باش تخاف انت مواطن سامحني علاش باش تخاف انت مواطن عادي اللي انا ما عنديش باش نخدم وذي ما عندوش وذاك الكل ما عندهمش ياك لزيتني انت باش نفك انا ونعمل اللي انا لا فكيت ولا عملت انا نحب نسالك هو خذها بالكاميرا السكينه هذه لا بشويه مش عليك انت اما السكينه هاني تصور انت اخوك ولا ابوك ولا اخوك ولا اختك معناتها يتعرض واحد نهار تعديت انا ومرتي في يوم في الايام وقفني انسان عنده سكينه كيما انا هزيتها تاو شنو باش يكون مصيري يعني؟ شنو هو مصيري يعني؟ ها؟ يعني توا كل واحد سكينته تحته ويخرج للشارع تجيك هيك بالمنطقة جي كإنسان غايب على الوعي كإنسان غايب على الوعي يعمل شكوى الغير شكوى الغير اللي هم ذالة كمواطن كأنا كذايا كالناس الكل كما أنت في اللحظة ذي نشد أنا في الميكرو في بلاستك ونسألك راك تقتنع بسؤال سألته لي أنت فهمتني ميساج نخرجوا على الجزيرة نحن على اللي تتصور أنت عطيني أنا مولد رزق مش نسترزق منه مش كان نسرق ونختف راني كإنسان حامي روحي كان ممكن طاو في اللحظة ذي أنا غايب على الوعي سألتولي سؤال غدوة تقابلني نقول لك راك ما سألتنيش شنو يكون موقفك أنت خليني نرجع له لي عدا أنت طاو في حالة واعي يعني بالحاجة اللي عندك في حالة واعي انا نحبك توعدني تقول لي الحكايه هذه ما عادش نخرجها عندي جمله وعادش بجبال البيت هنا نخرجها في حاله واحده ولا ريت الحاجه حسن لي سامحني ريت الحاجه ذي ريت الحاجه ذي راني نخرجها في حاله بركه راه في حمايه مثلا حسن لي وضعه ليش ما عادش يخرج بالسكين ما راني ما نجمش نحكي حتى حكايه راني انا خاطر ما خلاني ما خلانيش